الشرايين ديال الاقتصاد الوطني، كل المؤسسات تستفيد منه، تستفيد منه التأمين، تستفيد منه وزارة الطاقة، تستفيد منه إدارة الضرائب، ولكن هو مفيش. الجمعية المغربية للمهني النقل الطرق واللوجستيك جمعية فتية حطت واحد المشروع ان شاء الله غتخدم عليه اللي هو في الصالح ديال المهنيين القطاع النقل الطرقي. هذا القطاع اللي هو تيعاني من عدة اشكال، من عدة اشكاليات. القطاع الوحيد اللي عنده جوج ديال المدونات، عنده مدونة ديال السير وعنده مدونة ديال الشغل، والمهنيين كلهم عندهم عدة اكراهات. جوج ديال الشركات ما عندهاش تصور على الافاق ديال الرؤية ديال 2020-2030 اللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا، بحكم ان المغرب ان شاء الله يكون هو البوابة ديال افريقيا. استثمارات ان شاء الله غادا تكون مع الدول الاوروبيه كدول منتجه، الدول المستقبله كافريقيا. الحمد لله حنا كجمعيه حطينا واحد 30 بوند في القانون الاساسي، كلها غادا تخدم في صالح خدمه المهني اللي غادي نتمنوا ان شاء الله نتوفقوا فيها بالتوافق مع المهنيين. هذا الشيء فيما يخص حال هذه الاولويه ديال الجمعيه، وان شاء الله من بعد غيكون عندنا واحد المؤتمر ان شاء الله غيكون عندنا في ماي، غادي نحطوا فيه الشركاء ديالنا اللي غادي نمشيو معاهم في هذه المسيره النضاليه ان شاء الله. اليوم درنا افتتاح الجمعيه في المركب الثقافي ديال عين حروده، وكان تكريم المهنيين، وكنشكروا الحضور، كنشكروا الناس كاع اللي جاوا، مرحبا. وهذه الجمعيه درناها باش نوحدوا صفوف ديال المهنيين في هذه المنطقه، وتكون يد وحده، نكونوا ان شاء الله يد وحده في القطاع، ونحاولوا نزيدوا القدام بها ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.